شنو سبب تواجدك الدائم ويا مشاهير السوشيال ميديا؟ لا هي تصدف استاذ، يعني تعرف انت لازم، يعني انت اليوم من اشتهرت تصير عزيمه، تصير قاعده، تصير لقاء، وانا يعني من النوع انسان جدا بسيط يعني. طيب يعني كلش بسيط، وحتى اللي ياخذ وياي صور يقول انا اريد اخذ وياك صور، حتى اللي يصور وياي يقول انا اريد اصور. راح اكون صريح وياك، ما تحس هذا الموضوع وايضا موضوع ظهوراتك مرات بستايلات معينه، وموضوع يعني حتى مشاهير السوشيال ميديا اللي تختارهم عليهم لغط كلش اللي يظهرون وياك، ما تحس هذا الموضوع عفوا سخف من عندك بعين الناس، ما خلاهم يشوفوك بنظره هوايه؟ بس انا ما انظر بالنظره اللي ينظروها الناس، انا انطلقت من منطلق دع الخلق للخالق، فما عندي هذا، كله عندي بشر، يعني هذا مثلا ما معروف وهذا معروف، هذا يعني طرحه مو قوي، اتعامل مع الكل، ويبقى الشارع هو الى الراي، كل من عنده معجبينه ومحبينه، فمرات لما يصادفني ما اقدر، وبعدين الناس لما تحكي ما اقتنع انا بكلام الناس، من يحكون على شخصيه ما رجل او امراه، انا اتعامل مع الكل سواسي.